سبورتس مع أنور سالم. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبوتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج بنحط فيها سبوتاتنا كما اعتدنا سابقا ودائما. النهاردة السبوت الرئيسي معنا النهاردة هيشاركني فيه التقديم الزميل الإعلامي الأستاذ سيد الشاعر، وهنسلط فيه سبوت على ظاهرة أو مبادرة بعنوان أنا متطوع. أما الآن مع السبوت الأول بتاعنا. السبوت الأول بتاعنا النهاردة بنكمل ما قلناه في حلقات سابقة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في سبوت من السبوتات على مدرسة توفت بسبب كورونا. الموضوع زاد وأصبح فيه مدرسين كتير وتخصصات تانية كمان. شفنا في محافظة دمياط، شفنا في البحيرة، شفنا في بورسعيد ومحافظات تانية كتير مدرسين ومديري مدارس توفوا بسبب فيروس كورونا. كمان في مجال الفن وفي مجال الرياضة محمد صلاح مصاب، محمد النني وأحمد حسن كوكا وكهربا وصالح جمعة ومجالات كتير شفنا فيها حالات إصابات وحالات وفيات، والنهاردة أصبحنا بلس 300. النهاردة بقينا أكتر من 300 حالة في التقرير بتاع أمس. إحنا كان طلبنا محدد لأننا بنتناول الموضوع من رؤية محددة، قلنا يا ريت نبص بصة للمعلمين بالذات إزاي واحد يكون مصاب ويتقال له أنت هينحسب أن أنت منقطع عن العمل، فبالتالي هينزل للعمل ويأثر على غيره. اللي حصل أن كان فيه استجابة من مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس الوزراء أعلن أن في 14 يوم أجازة مدفوعة الأجر للمعلمين المصابين بكورونا وحتى أن تثبت سلبية العينة. مش بنقول ولا ندعي أن احنا السبب في الموضوع، لكن بنقول أن احنا الحمد لله على الطريق الصحيح، الحمد لله بنحاول نأدي رسالتنا ونكون صوت من لا صوت له، بنشوف إيه اللي الناس عاوزاه ونتناوله من الرؤية اللي الناس عاوزة تشوفها، وبنوصل كلامنا، بنناقش وبنحلل وبنقدم هذا الكلام. والحاجة الجميلة فعلا أن الحكومة بتاعتنا أصبحت دلوقتي تقرأ وتشاهد وتسمع فتقرر وتنفذ. ده شيء مهم جدا جدا جدا. زي ما احنا بنقول ان الحالات بتزيد، عاوزين برضو نبشركم ان شاء الله خلال ايام او شهور هيتم القضاء باذن الله على فيروس كورونا، وبالفعل الان اصبحت هناك لقاحات جديده وكثيره لفيروس كورونا من اكثر من دوله واكثر من شركه، اهمهم كانوا لقاحين وهم شركه فايزر وموديرنا. شركه فايزر قالت ان نسبه النجاح والفعاليه بتاعته 94.5%، وشركه موديرنا او اللقاح الخاص بموديرنا 90%، وده بيتناول على جرعتين. بالنسبة لفايزر جرعتين، واحدة كل 28 يوم والتانية واحدة كل 21 يوم، وإن شاء الله في نهاية عام 2020 هيكون أنتجوا 60 مليون من فايزر واللقاح التاني 50 مليون، يعني نتكلم في 110 مليون لقاح هيكون جاهز بإذن الله بنهاية هذا العام، وإن شاء الله تكون دي بداية النهاية لفيروس كورونا. وربنا يحفظنا جميعا بإذن الله، ويحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا، وإن شاء الله نخلص من هذا الوباء اللعين. ده كان السبوت الأول بتاعنا. معانا الوقت تقرير أجراز منا السيد الشاعر من المطرية عشان يسلط الضوء على أنا متطوع. نشوف التقرير ونرجع نستقبل زميلي سيد وضيوفنا الكرام، فانتظرونا. سبوتس مع أنور سالم. مشاهدينا أهلا بكم، إحنا النهاردة في المطرية وبالتحديد في منطقة عرب الطويلة من خلال مبادرة شباب أنا متطوع. هنعرف مع بعضينا الشباب بيقدموا إيه في المنطقة ورأي أهل المنطقة فيهم إيه وبيقدموا إيه. تابعونا وخليكم معانا مشاهدينا، هنتابع معاكم ونشوف النهاردة رأي من أهالي اللي موجودين في المنطقة واللي بيتابعوا مبادرة شباب أنا متطوع. نتعرف بحضرتك. الحاج احمد قناوي، اهلا بك يا حاج. ايه رايك باللي بيقوم بيه الشباب النهارده في المنطقه والاعمال الخيريه والمتطوعه اللي بيساهموا فيها للناس بشكل ايجابي؟ المشروع جميل شرعوا به الشباب، وبعدين هم كلهم متطوعين جوني وقالوا لي يا عم الحاج احنا عايزين نعمل
نرش الشوارع وندهن الشوارع ونعمل. قلت لهم خير، تشجعتهم. معانا احد فريق عمل مبادره شباب انا متطوع، وهيعرفنا بنفسه ودوره داخل المشروع. نتعرف بيك مصطفى بلو اسم حضرتك، احد افراد مبادره انا متطوع. اهلا بيك. قول لنا بقى يعني الموضوع ماشي ازاي، والفكره والخطوات بتاعتكم، وازاي بتلبوا الندى لو حد طلب حاجه. عايزين نعرف كده نبذه سريعه عن الموضوع. لا، هو الموضوع بدا بتجمع شباب حول محاوله للتغيير الواقع بتاعنا. الواقع بتاعنا لازم نغيره، مش عايزين نعتمد على فكره اعتياديه بالنسبه للافراد ان لازم حد يجي يعمل لي الشيء دوت، وانا في استطاعتي اللي انا اقدر اقوم بالشيء دوت واعمله. فكان مبادره من خلال شباب العرب هنا، شباب عرب الطويله، اللي احنا لازم نتجمع لعمل اجتماعي، وصنف في الازمه الجارحه بتاعه الكورونا عملت لنا اسباب كتير ووجعت ناس كتير وسببت مشاكل كتير للناس. فكان لازم اللي احنا واجب علينا ان احنا لازم نتحرك. نتعرف بيه صابر عيد مش قول لنا ازاي عرفت المبادره وانضميت ليها، وفكرتك كانت ايه معاهم بالتحديد؟ حضرتك كان قاعد على الفيس على السوشيال ميديا، فلقيت رقم تليفون فتواصلت معاهم وقلت لهم ان في ناس محتاجه هنا وكده، وتواصلنا مع بعض. نتعرف بحضرتك. عيد سعد حسن. استاذ عيد، حضرتك من اهل المنطقه هنا؟ اهل المنطقه واكبرهم في سنا في قلب الشارع. تمام. شفت مبادره انا متطوع، وايه رايك في العمل اللي هم بيقدموه كتطوع في دايره المنطقه؟ لا، هو بسم الله ما شاء الله، يعني كانت مبادرة كويسة، وتعاون الشارع كله والشباب كله في قلب الشارع. نتعرف بحضرتك. أحمد فارغ علي. أستاذ أحمد، حضرتك شاركت إزاي في مبادرة أنا متطوع؟ إحنا عرفنا إيه اللي بيحصل، وشفنا الشوارع تانية مختلفة، وشفنا شارعنا كان عامل إزاي الأول، وفكرنا فيها وجمعنا بعضينا، أكبر مننا وأصغر مننا، كل واحد بيساهم بحاجة. كنا بنلم حاجات رمزية من بعضينا، في مننا الصنايعي اللي فاهم يعمل إيه، وفي اللي بقى بيساعد، في اللي بيشتغل بايده، وفي اللي بيناول، وفي اللي بيعمل اي حاجه، بنشوف ايه اللي محتاجينه وبنعمله. نتعرف بحضرتك. اخوك سيد الزقله من اهل المنطقه. والله يعني خدمه انا متطوع شباب ما شاء الله عليه كويس مجتهد، بيساعد الناس وبيشوف ايه اللي 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 الناس محتاجاه بيعمله. يعني انا كنت واحد من الناس، والدتي بتقبض من البوسطه بتاعت عرب الطويله، رحت لقيت تنظيم ما شاء الله، جايبين كراسي بيريحوا الناس، بيقعدوا الناس، مخلين الناس مرتاحة ومبسوطة، وبيدين كل واحد دوره. فده حد ذاته عمل مشرف. من ايه الفكرة اللي انت قدمتها لشباب المبادرة وهم ساعدوك فيها وتعاملوا معاك؟ الفكرة اللي انا بعد وفاة والدي، طبعا الفكرة اما انا دخلت في وسطيهم بعد وفاة والدي، رحت بعد الكورونا، واحنا عاملين حفلة تكريم على والدي وللشباب كلها، وجمعنا تجميع حلو بعد الكورونا. هنتعرف مع بعضينا على احد افراد الشباب المتطوع اللي بيساهموا في المبادرة. نتعرف بيكم. محمد صلاح. اسلام محمد. قول لي يا محمد، انت دورك ايه في المبادرة، وهل عرفت المبادرة ازاي وانضمت ليهم، وشايف انه عمل ايجابي كويس، ولا ايه الوضع؟ ايوه، يعني هي حاجه يعني غيرت من شكل الشارع، وغيرت بتغير من شكل البلد وكده، ويعني هي حاجه حلوه مش وحشه، حاجه حلوه مش وحشه اللي احنا عملنا الكلام دوت. انت شايف الشارع عامل ازاي دلوقتي، يعني كان شكله الاول يعني هو دلوقتي الاحسن. تمام. بس يعني حاجه حلوه مش وحشه. وانت انا شايف احنا شايفين من اول ما بدانا كده، وانت ما شاء الله شغال والتطهير ومحافظ وملتزم، وحاجه جميله يعني تسعدنا. قول لنا دورك كده، يعني حتى وانت بترش كده كنت مبتسم وسعيد كده، عرفنا عن دورك بالمبادره. سعداء اللي احنا بنشتغل بنعمل حاجات مبادره. تمام. انت من اهل المنطقه هنا؟ اهل المنطقه هنا، من اهل الشارع عامه يعني. تمام. ومنضميت برضك للمبادره يعني. تمام. شفت المبادره والعمل الايجابي فشاركت فيه. شاركت فيها. مشاهدينا احنا بنشكركم، وكنا في مبادرة شباب انا متطوع والعمل الايجابي اللي بيقدموه. تحياتي لكم سيد الشاعر. سبورتس مع انور سالم. سبورتس مع انور سالم.
انا اللي جوه. رجعنا تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين عشان نكمل حلقتنا ونبدا السبوت الرئيسي بتاعنا النهارده، والنهارده برحب بزميلي السيد الشاعر الاعلامي والفنان اللي بيشاركني تقديم هذه الفقره. اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك استاذ انور، وسعيد جدا بتواجدي معاك النهارده. خلونا نبدا كده ونرحب بضيوفنا النهارده، الاستاذ محمد مجدي العبد المتحدث الرسمي للمبادره، والاستاذ مصطفى حسين العويس المنسق العام للمبادره. اهلا بيكم. اهلا بيك. اهلا بيكم، نورتونا في سبوتس مع انور سالم. احنا اكتر يا فندم متشكرين جدا للدعوه الكريمه والمنباركم الكريم النهارده يا فندم. اي حاجه في الدنيا بتبدا بفكره طبعا. النهارده احنا بنتكلم على انا متطوع، واكيد دي كانت فكره وبدات تتحول لواقع. ازاي بدات الفكره؟ الفكره احنا محتاجين في كل مكان، في كل مكان في مصر احنا محتاجين نغير واقع احنا عايشينه. مفيش حد هيجي لنا من بره يغير لنا الواقع بتاعنا، لازم ينبع مننا. بدات الفكره بسيطه جدا، ايه اللي احنا محتاجينه في 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 بيئتنا وفي مكاننا، وايه اللي احنا نقدر نقدمه للمجتمع ده، ما هو احنا وننفذه على ارض الواقع. طبعا يا فندم. بدأنا عمل حسيس ايه في مشاكل بتقابل ناس كتير فينا، ايه اللي نقدر نعمله. فتقابلت مع اخويا مصطفى، بعد اذنك يا مصطفى، في عندنا نقط سلبية محتاجين ان احنا نغيرها. مصطفى لم يتوانى جهدا يعني الراجل بصراحة، وكانت اول مشكلة قابلتنا هي مشكلة مكتب البريد. فمكتب البريد ده يتكلم بقى عنه استاذ مصطفى بقى والتنسيقات اللي هو يقدر يقدمها لنا. طيب استاذ مصطفى، دي يعني هنقدر نقول ان هي كانت اول بدايه على ارض الواقع، مكتب البريد. مكتب البريد على طوارئ كانت البدايه الحقيقيه لينا على ارض الواقع من خلال تنظيمنا لمساعده صرف المعاشات لكبار السن. دي كانت البدايه الحقيقيه لينا اللي احنا تعبنا فيها. مكتب البريد عندنا في عرب الطويله مساحته صغيره جدا، بيخدم يوميا فوق ال 500 600 شخص. دول يعني كثافة على المساحة اللي محطوطة فيها، ضغط كامل عليها. فكان واجب علينا ان احنا نساعد اهالينا من كبار السن، وقدرنا ان احنا نتعاون، والحمد لله يعني الناس تعاونت معانا بشكل ايجابي كبير. يعني ايه نوع الخدمة اللي حضرتك قدمتها؟ اللي احنا وفرنا ان احنا نظمنا الوقفة بتاعت الناس، وقدرنا نوفر لهم مقاعد يقعدوا عليها كراسي، ونحدد لهم ارقام كل واحد بدور. حضرتك انت المنظر عندنا في مكتب البريد، كبار السن من الفجر بيبقوا قاعدين عشان يقعدوا عشان يحجز الدور، عشان يقعد ياخد رقم، عشان يجي الساعة الموظف لما يجي له الساعة 9 10 يجي هو لسه يقف، يبقى واقف على الشباك أول واحد. لا، احنا قدرنا إن احنا نقعد استريح حضرتك، اتفضل حضرتك الرقم بتاعك، وقت ما يجي دور حضرتك هنادي على حضرتك تيجي تقف على الشباك لوحدك على الشباك، واصرف بكل سلاسة وبكل هدوء وتقدر تتعامل براحتك. ده نسق معانا ونسق، وقدر يساعدنا في توفير كمان الكراسي جمعية التواصل لتنمية المجتمع المحلي. في حاجة تانية عملتوها على أرض الواقع؟ تم ان شاء الله بعد ما قمنا كده بصينا للواجهه الحضاريه شويه، المنظر الحضاري، فقلنا لازم نعمل فكره تطبيقا لسياسه الدوله حاليا. تطبيقا ديت ناشط بقى وزير التنميه السات اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه ليها. بس احنا بدانا الفكره ان الموضوع مش صعب، وآلية التنفيذ بتاعته مش صعب، فاحنا كشباب نقدر نطالع. فجينا على الشارع قلنا ندهنه، واهل الشارع كلهم تعاونوا معانا، وشفتهم حضرتك كمان بكل بساطه تعاونوا معانا بكل ترحاب وبكل حب، وساعدوا ونزلوا دهنوا ابوابهم ودهنوا بيوتهم بايديهم. اصبحوا افراد في المبادره. ده مش افراد، ده بقى اساسي معانا في المبادره. اساسي في المبادره. وانا كمان يا استاذ انور يعني يمكن عايز اقول لحضرتك ان لما البدايه بعتوا لي الصور وبعتوا لي الحاجات الجميله اللي هم عاملينها، ونزلت فعلا على ارض الواقع، واحنا دايما بنقول كده، بنقول ان احنا اي عمل ايجابي ننزل وندعمه ولازم نكون موجودين. احنا كنا سعداء ان انت تلبيت الدعوه ونزولك على ارض الواقع. تصوير الموقع من خلال ارض الواقع بيفرق، بتشوف النظره بعينك فبان. بيبان الشغل، بيبان كل حاجه. انت شفت التقرير لما تريد ظهر تصوير المباني، البيوت كلها ماشيه لون واحد، كله ماشي حاجه يعني تفرح معايا. وده حضرتك اللي احنا بنحاول من خلال كلمه سبوتس، اختيارنا حتى لاسم البرنامج سبوت، بنعمل سبوت على كل موقف زي ده، بنطلع صوت اللي مش قادر صوته يطلع، بنحاول نخلي سبوت على اي موضوع مهمش، اي شخصيه مهمشه، وده دورنا. اكيد كل طريق ما بيبقاش طريق سالك سهل، اكيد بقى فيه عقبات. ايه العقبات اللي قابلتكم وازاي تغلبتوا عليها؟ انا لا اخفي عليك سر، انا شفت ضحكه كده معناها ان عندك كميه تكاتف وترابط في المجتمع المصري ما شاء الله تخليك تستغرب. اولا احنا بيتوتيين، يعني احنا من شغلنا لبيتنا ومن بيتنا لشغلنا،
لكن لما نزلنا عملنا الواقع لقينا غرابة في ازاي انا اقدر اساعدك. انسى حتة ان واحد وقف في طريقك وقال لك اللي انت بتعمله ده غلط، مجرد ان انت تعرض عليه الفكرة انا بعمل كذا وعايز اعمل كذا تلاقيه بيقول لك يدي العون معاك. دي كانت المفاجأة. كمان الباور، احنا لازم بقى نذكر بقى الباور اللي خلانا اشتغلنا، تشريف سيادة الرئيس لمنطقة المطرية. المنطقة النهاردة انتقلت انتقالة غريبة جدا، احنا حسينا بتغيير مفاجئ. ولكن انا بحتاج يبقى في نداء كمان للاهتمام بالمنطقة زي العزب عندنا. مطرية ما هياش جزئين ولا حاجة، لكن منطقة العزب محتاجة خدمات، وده اللي احنا سمعناه في كلمة سيادة الرئيس لما وجه كلمته لمعالي رئاسة الوزراء وقال له احنا عايزين نهتم بالمكان ده وعايزين نغير من واقع المنطقة، وده كان كلام جميل ادى كمان لشباب المبادرة باور ان لا هنشتغل. لا خدنا حافز كمان، احنا هنشتغل واحنا موجودين. اللي بيقول ان الشباب مش قادر يعمل ومش قادر يشتغل ومش قادر ينتج، لا 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 احنا هنشتغل. تمام. طيب احنا يعني بعض الصور هتنزل على الشاشة وهنشوف فيها يعني اعمار مختلفة وشباب وناس بتتكرم كده، اطفال وحاجات حلوة. ازاي قمتوا بالعمل ده وخدتوا خطوة فيه ايه والناتج كان بتاعه ايه؟ كنا كل لما بنعمل عمل لازم نحط زي ما حضرتك تفضلت وقلت برنامج سبوت، لازم نحط سبوت على الايجابيات دي. فكنا بنعمل صور بسيطة وننزلها على الفيسبوك عادي ونحط رقم تليفون، فكان في ناس بتتواصل معانا مجرد ان هي بتشوف الحاجات دي، طب نقدر نعمل ايه؟ طب احنا عايزين نعمل كذا. فكان بيجي لنا زي ما حضرتك الصور معانا على الشاشه دلوقتي، زي ما حضرتك شايف كده حد جميل، الحاج جمال عطران ده من الناس المحترمه جدا عندنا كمان في المنطقه، حد واتوفى فابنه عايز يعمل له حاجه مميزه، فتواصل معانا وعملنا لوالده تكريم في صيغه ان احنا نعمل هدايا للمتفوقين في المنطقه. جميل جدا. دي كانت الفكره اللي هي تغيير الواقع، يعني اي حد مثلا والده توفى عايز يعمل حاجه لوالده صدقه. الفكره كلها مش مخصوصه ان انا بقى ايه اروح اعمل له كوندير، اتبرع في جامع، اتبرع كده، عايز اعمل حاجه يبقى فيها ايجابيه. فكان من ضمن الايجابيه اللي احنا نعملها، لا ده احنا في اطفال متفوقين في حاجات زي كده، نقدر نعمل حفله، نقدر نكرمهم، نرفع من روحهم المعنويه. دي من ضمن خطوات تغيير الفكر اللي احنا بنناشد بيها دايما. في كده سؤال جه في دماغي كده واحنا بنتكلم، انا متطوع، يعني انا متطوع؟ طبعا احنا عارفين المعنى، بس اكيد وراها لا 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 يعني اختيار، اكيد اختيار الاسم ده اهم من اي شيء، زي ما احنا حددنا الوقت واتكلمنا عن اسم برنامجنا ازاي اخترناه، اكيد الحمله لا ليها قصه جميله معانا. اول ما بدانا في اول تجربه في مكاتب البريد، الناس دايما لما كانوا بيشوفونا كان دايما بيسالوا سؤال، يا ابني انت تبع مين؟ لازم يبقى في جهه تتابع لحد، الناس تعودت ان في مصلحه، انا بديك عشان انت واقف كده من غير مصلحه. يا حاج انا متطوع، يعني ايه بتقبض في اخر اليوم؟ يعني ايه متطوع؟ يا حاج انا متطوع، يا والدي انا متطوع، احنا جايين متطوعين في خدمتكم، احنا ولا تبع فلان ولا تبع علان ولا تبع ايه؟ محدش داخل الانتخابات؟ لا خالص. من هنا جت الفكره اللي احنا جينا، اول ما جينا اليوم الناس بيسالونا انتوا مين؟ فقلنا نعمل مبادره، انا متطوع. ما احنا كان كل سؤال علينا بيجي يسال حد انتوا مين؟ كنا بنقول له يا ابني يا والدي انا متطوع. فكان هنا جت الكلمه، جت التسميه انا متطوع. ويمكن ده يا استاذ انور بصراحه اللي عجبني بصراحه، ان هو انت النهارده قاعد كشباب في منطقه ما بتقولش انا هعتمد على العضو مجلس الشعب الموجود، انا هعتمد على الحي اللي موجود، لا انا بغير في واقع المكان اللي انا موجود فيه. ده من اسباب الاساسيه اللي احنا لازم نعتمد. انا لما بيجي يبدا بيقول لك ايه ابدا بنفسك، فاحنا حبينا نبدا بنفسنا ونوفر ونظهر الصوره للمسؤولين والناس. الموضوع مش صعب، بس احنا ينقصنا شيء، آلية التنفيذ. انا كمواطن لما اخش اي جهه اتعامل بينقصنا آلية التنفيذ، غير لما سيادتنا بيخش، غير لما مسؤول يخش، غير لما اي حد ذو صفه يخش يتحرك في المكان. احنا بنتحرك في ارض الواقع في الشارع بين الناس. الناس تعاونت معانا ورحبت واظهرت تعاون شديد جدا معانا. غير كده بعد كده في خطوات هتتداول بعد كده، هنحتاج آلية التنفيذ فيها اللي هي المسؤولين يتحركوا معانا عشان الناس فعلا هتبتدي تتحرك، واحنا عايزين نتحرك مع الناس ونثبت شيء ونساعدهم. تمام. تمام. يعني انتوا في اجتماعات بتقوموا بيها محدده ونقط بتحطوها قدام منكم للمستقبل وبتجهزوا دون؟ طبعا يا فندم، احنا دلوقتي بنتكلم في مبادره انا متطوع. احنا نتمنى ان احنا نوصل
لمبادرة أنا متطوع. إحنا عندنا أفكار كتير جدا بتقابل المجتمع المصري كله، لأن إحنا من جوه المجتمع ده. إحنا عايزين نغير السياسات دي، عايزين نغير السياسات دي بأفكار، أفكار أستاذ سيد، أفكار أستاذ أنور، أفكار المجموعة اللي موجودة. إذن أنا متطوع، أنا متطور، أنا متقدم، إن شاء الله تكون خطوات كويسة بإذن الله. أستاذ سيد اسمح لي أقول لهم يعني الرسالة الأخيرة، إحنا معانا دقيقة واحدة، الرسالة الأخيرة اللي تحب تقولوها معنا. أنا بوجه صوتي ورسالتي لجميع المسؤولين اللي هم قريبين مننا، وليكن حي المطرية اللي هو سيادة اللي هو حسام لبيب، محتاجين إيدك معانا، واحنا كمان كمبادرة ان شاء الله بإذن الله نقدر نقدم الكثير. المنطقة محتاجاه، احنا نقدر نقدمه وبأبسط الأشياء. استاذ مصطفى احنا محتاجين بكل سلاسة، الحمد لله الناس تعاطفت معنا والناس وقفت معنا بكل بسد، محتاجين الرؤساء والناس المسؤولين يعني ياخدوا خطوة إيجابية معنا. احنا عايزين ننشر صورة إيجابية، عايزين ننشر حاجة إيجابية، الناس كلها وحدت جهودها معنا، فاحنا عايزين كمان المسؤولين وحدوا جهودهم معانا عشان نقدر نقدم شيء لاهلنا. استاذ سيد حابب تضيف حاجه؟ لا انا بشكرهم جدا جدا ودينا معاهم، وان شاء الله نفضل مستمرين باذن الله موجودين معاكم، وبشكرك يا استاذ انور. استاذن حضرتك انا اوجه الشكر للاستاذ محمد جمال بسيوني، من الناس اللي ساعدتنا كتير. الاستاذ محمد جمال هم الناس ساعدونا كتير بصراحه، الوقت مش سامح ان احنا نذكر اسامهم ويعذرونا، بس احنا هنتابع معاكم وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية ونتابعك تانية باذن الله ان شاء الله. انا قبل ما اشكركم وودعكم ونقفل مع الناس، احنا ان شاء الله النهارده اخر حلقه قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم الجمعه، ونهائي مصري خالص على ارض مصريه ان شاء الله، حاجه تشرف مصر. 6 ولا 9 سريعا هنبات بره البيت. 9 9 ان شاء الله البطوله التاسعه ان شاء الله النادي الاهلي. 9 اذا 4 بيقولوا 9 واكيد في ناس ثانيه بتقول 6، ونتمنياتنا ان شاء الله بالروح الرياضيه وتكون قمه في الاداء، قمه في الرياضه، قمه في الروح الرياضيه والاخلاق، قمة مصرية على أرض مصرية، والكاس بإذن الله مصرية. عاوزين دايما نشرف بلدنا ونبقى دايما في المقدمة دايما كما كنا وسنظل بإذن الله. بشكرك أستاذ محمد، بشكرك أستاذ مصطفى، بشكرك أستاذ سيد. أعزائي المشاهدين، كنا معا في هذه الحلقة مع أنا متطوع، وقدمنا سبوتاتنا وتكلمنا وقلنا حاجاتنا. سبوتاتنا النهاردة خلصت، لكن سبوتاتنا لسه مكملة في حلقاتنا اللي جاية. انتظرونا وحلقات قادمة من برنامج سبوتس مع أنور سالم، وفي الختام سلام. سبورتس مع أنور سالم. 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 سبورتس مع أنور سالم.